الحضور الكريم قبل ان ابدا كلمه اليوم ارجو ان نقف دقيقه صمت حدادا على ارواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا. Before I start, let us have a moment of silence to honor the life lost at the Turkey Syria earthquake. شكرا أصحاب المعالي والسعادة صديق البروفيسور كلاش شواب الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بضيوف دولة الإمارات من الوفود الرسمية للدول المشاركة ومن المنظمات الدولية وأيضا من الأكاديميين والإعلاميين والخبراء والقطاع الخاص ورحب بكم في القمة العالمية للحكومات والتي تنطلق من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله القمة العالمية للحكومات هذا العام تجمع أكثر من عشرين رئيس دولة واكثر من 250 وزيرا ومسؤولين ورؤساء منظمات دوليه ورؤساء شركات عالميه من اكثر من 150 دوله كما تشمل قمه هذا العام اكثر من 22 منتدى عالمي يجمع المتخصصين في العديد من القطاعات الحضور الكريم هذه الدوره من القمه العالميه للحكومات تاتي بعد عشر سنوات من تاسيسها يوم انطلاق الدوره الاولى من القمه العالميه للحكومات في عام 2013 كنا نشهد احداثا مفصليه على مستوى العالم والمنطقه من ازمات وحروب ومجاعات ولاجئين وارهاب نجم عنها تداعيات اجتماعيه واقتصاديه وتنمويه سببها الرئيسي إخفاق بعض الحكومات في إدارة مواردها فأزمة الحكومات هي ليست أزمة موارد إنما هي أزمة إدارة كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولذلك تأتي القمة العالمية الحكومات كمنصة لمناقشة الفرص والتحديات واستشراف حكومات المستقبل الحضور الكريم منذ بدايه رحله القمه حتى اليوم تغير واقعنا وتغيرت كذلك توقعاتنا وتغير فهمنا للمستقبل شهدنا احداثا ربما لم يكن ليتوقعها العالم غيرت المشهد العالمي في مختلف المجالات وشهدنا تطورات متسارعه بل اسرع مما كنا نتخيل شهدنا معدلات تاريخيه في ارتفاع درجات الحراره وكوارث طبيعية كلفت البشرية خسائر بقيمة ثلاثة تريليون دولار شهدنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الحركات الشعبوية وانتقلنا من العولمة إلى عالم متعدد الأقطاب شهدنا تفشي جائحة كورونا التي كبتت العالم ملايين الأرواح وخسائر اقتصادية تفوق 12 تريليون دولار ومع الأسف نشهد اليوم حرب روسية أوكرانية قد تكلف العالم خسائر تقدر بحوالي 2.8 تريليون دولار وما زال التخوف من حرب نووية في تزايد نشهد اليوم أيضا أعلى معدلات التضخم منذ عقود وعلى أسعار للغذاء لم نشهدها منذ ستين عاما في العشر سنوات الماضية تزايدت التطورات فقد شهدنا أكبر هجرة للشعوب هجرة أربع مليارات شخص من العالم الواقعي إلى عالم رقمي وافتراضي حيث يتواجد أكثر من نصف سكان العالم على منصات التواصل الاجتماعي أما بالنسبة للبيانات فقد زاد إنتاجها خمسة آلاف بالمئة مقارنة بالعقد السابق وهي تلعب دورا مهما في تشكيل السياسة وكذلك الاقتصاد بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومات لو أردنا طباعة محتوى الإنترنت منذ بداية عهده لاحتجنا إلى أكثر من 300 مليار صفحة مقابل 70 مليار صفحة لكافة الكتب المسجلة منذ بداية التاريخ. فكما قلنا ونقول دائما من يملك البيانات يملك المستقبل. وعلى الصعيد العلمي نجحنا في تخفيض مده تحديد تسلسل الحمض النووي من 13 سنه الى اقل من ساعه، وتقليل التكلفه من 100 مليون دولار الى اقل من 600 دولار. اتوقع باننا خلال الفترة القادمة سنشهد ثورة بيولوجية قادمة تتفوق على الثورة التكنولوجية